السلام عليكم ومرحبا بكم متابعي قناة اختراعات بلادي، ومرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد الذي سوف أقوم بصنع لكم شيء جميل جدا. أنا متأكد 100% أنه سوف يعجبك إن شاء الله بإذن الله. في هذا الفيديو يا صديقي سوف نقوم باستخدام لكم هذا العلب، كما تلاحظون فهي فارغة يا صديقي. لدينا العلبة الأولى فهي علبة من السمك التونة، والعلبة الثانية كما تلاحظون فهي علبة الطماطم. نعم يا صديقي، كيف سوف أقوم باختراع لكم ابتكار من هذا العلب يا صديقي؟ 100% أنه سوف يعجبكم يا صديقي. إذا كنتم جديد معي في القناة لا تنسوا دعموني باللايك يا أصدقائي، لايك واشتراك ومشاركة هذا الفيديو مع الأصدقاء، ولا تنسوا تفعيل خدمة الجرس حتى لكي توصل كل ما هو جديد لاختراعات بلادي. وشكرا لكم يا أصدقائي، حتى لا نريد أن نطل عليكم ونشرح. يا عزيزي المشاهد، نقوم بإحضار قطعة خشبية يجب أن تكون مستطيلة بهذا الشكل أيضا، ونقوم بإحضار لكم قطعين من الخشب يكونوا طويلين بهذا الشكل وبهذا الحجم أيضا يا أصدقاء. ثم نقوم باستعادة لكم هذا العلبة كما تلاحظون معي، فقد تحدثنا عنها في أول فيديو كما تلاحظون يا أصدقاء. سوف نقوم ضع ثقب بهذا الشكل كما تلاحظون في جانب هذا العلبة بهذا الشكل، ثم سوف نقوم بهذا تقطيع لكم العلبة الصغيرة بهذا الشكل. وأيضا لقد قمنا بانتهاء من تقطيعها بهذا الشكل، نقوم بحضر لكم مصباح يجب أن يكون بهذا اللون كما تلاحظون، يجب أن يحتوي على ألوان الأحمر أو الأزرق، ويجب أن يحتوي على الكثير من الألوان، فهو الاختيار فهو يبقى إليك بطبيعة الحال يا أصدقائي. نقوم يا أصدقائي القليل من الغراء لكي نقوم بتثبيت لكم هذا الليد بتلك القطعة العلبة الصغيرة كما تلاحظون معي. نقوم بإدخالها ونقوم بتثبيتها جيدا، ويجب أن تكون في الوسط بهذا الشكل. ثم يا أصدقائي سوف نقوم بتثبيتها جيدا بالكثير من الغراء أيضا يا أصدقائي، يجب أن تكون محكمة بإتقان وجيدا. ثم يا أصدقائي سوف نقوم بحضر لكم العلبة الصغيرة، ثم نقوم بحضر لكم قطبين السلك الموجب والسلك السالب، نقوم بإدخالها في هذا الثقب الصغير بهذا الشكل، ثم نقوم بإدخالها جيدا. وأيضا سوف نقوم بتثبيتها وبإحكامها جيدا بالقليل من الغراء بهذا الشكل، ونقوم أيضا بتثبيتها فوق هذا العلبة أيضا كما تلاحظون يا أصدقاء. وأيضا سوف نقوم بتثبيت هذه العلبة جيدا بأيضا من الكثير من الغراء. نقوم بحضر لكم مسدس الشمع كما تلاحظون، نقوم أيضا بالكثير من الغراء بهذا الشكل كما تلاحظون معي. فانتهينا من تركيبة هذه القطعة يا أصدقاء كما تلاحظون. سوف نقوم بحضر لكم القطعة الخشبية بهذا الشكل، ونقوم أيضا باختيار لكم هذا المستطيل، وثم نقوم هذا القطعة الخشبية الطويلة نقوم بضع لها القليل من الغراء، ثم نقوم بتثبيتها جيدا وبإحكام عن هذه القطعة المستطيلة بهذا الشكل كما تلاحظون. ثم سوف نقوم بحضر لكم بعض البراغي فقط يعني لتثبيت هذا القطبين وهذا الأشكال جيدا، يعني فقط يعني منع الاهتزاز كما تلاحظون. نقوم بحضر لكم مفك براغي، أيضا نقوم بتركيب لكم هذا القطبين بهذا الشكل كما تلاحظون. نقوم بتركيب لكم تلك المسامير بهذا الشكل، ونقوم بحضر لكم قطعة الخشبية أيضا، ونقوم بفقط يعني نقوم حتى لكي نقوم النتيجة أين سوف يقع تلك المصباح، هل في جانب يعني أو في الوسط، أيضا سوف أقوم بتشبيه في الوسط. ثم نقوم بحضر القليل من الغراء، ونقوم القليل من الغراء حتى لكي نقوم بتثبيت لكم تلك القطعة الخشبية الصغيرة أيضا يا أصدقائي، نقوم بتثبيتها جيدا وبإحكام يا أصدقاء. لا يجب أن تقوم بالتحرك تلقاء القطعة بهذا الشكل، نقوم بحضر لكم برغي حتى لكي نقوم بتثبيت لكم هذه القطعة الخشبية
مع تلك القطعة الأولى كما تلاحظون، قد قمنا بتثبيتها وبإحكامه جيدا بمفك براغي يا أصدقاء، وهذه النتيجة. نقوم أيضا بإحضار لكم تلك العلبة وتلك المصباح، نقوم القليل من الغراء أيضا حتى لكي نقوم بتثبيت لكم تلك القطعة مع تلك القطعة الخشبية بهذا الشكل، نقوم بتثبيتها أيضا يا أصدقاء. وبعدما قمنا بتثبيتها سوف نقوم بإحضار لكم قطعة خشبية بهذا الشكل، وأنا نقوم بإحضار لكم هذه العلبة فهي متوفرة لدى المصابيح الغير شغالة فهي معطلة، فالكثير منكم يعرف هذا المصباح. نقوم أيضا بالقليل من الغراء حتى لكي نقوم بتثبيت لكم هذا الطرف الصغير على تلك القطعة الخشبية الكبيرة كما تلاحظون بهذا الشكل، يعني نقوم فقط بضعة في الوسط بهذا الشكل، ثم نقوم بإحضار لكم هذا القطعة البلاستيكية، ثم نقوم القليل من الغراء أيضا حتى لكي نقوم بتثبيت وإدخال لكم تلك القطعة بهذا الشكل أيضا. فقط يا أصدقائي فقط أقوم يعني بابتكارات بسيطة جدا، فهي مكونة فقط من الخردة بهذا الشكل. نقوم بإحضار لكم هذه القطعة الصغيرة، بإمكانك أن تقوم بتجربة الكثير من القطع، فهو الرأي فهو يبقى إليك، يعني فالمتوفر يعني الكثير من الأشياء يجب أن تقوم يا أصدقائي البحث عنها وقوم يعني بعمل يدوية فهي بسيطة جدا فقط يا أصدقائي، فلا يكلف منك الوقت طويلا. نقوم بإحضار لكم هذا البطارية فهي تحتوي على 5 فولتات يا أصدقائي، ثم نقوم أيضا بتثبيتها تلك الطرف السفلي بهذا الشكل يعني في جانب حتى لكي نقوم بتركيب توصيل لكم تلك المصباح التيار الكهربائي بهذا الشكل. ثم يا عزيزي المشاهد فلدينا السالب والموجب، ثم نقوم بتوصيل لكم الموجب مع القاطعة بهذا الشكل، وثم نقوم بتركيب لكم الموجب للقاطعة مع الموجب للبطارية، فقط يبقى لنا السالب للبطارية والسالب للمصباح، سوف نقوم بتوصيلهما في الآخر بهذا الشكل، فهو الأمر سهل جدا يا أصدقائي، فلا يحتاج أي تعقيد أو لا شيء بهذا الشكل، فهو الأمر سهل جدا فهو بسيط للغاية، فلا يحتاج منك إلا وقتا قصيرا جدا فهو سهل، الأمر سهل جدا. بعدما قمنا بتركيب لكم هذه الأسلاك بهذا الشكل وقمنا بالقليل من التزيين، نقوم بتلوية لكم هذا الشريط لاصق بهذا الشكل، فهو لدينا هذا الشكل الذي قمت بصنع لكم فقط يا أصدقائي، يعني مجرد فكرة بسيطة جدا، ونقوم بتشغيل لكم هذا المصباح بعدما سوف أقوم بإطفاء لكم النور حتى لكي تقوموا بمشاهدة هذا الابتكار الذي قمت بصنع لكم، يعني مجرد فقط أريد أن أوصلكم أن فكرة فهي بسيطة جدا، ويمكنك أن تقوم بإضافة تعديلات كثيرة فهو الرأي فهو يبقى إليك يا أصدقائي. عفوا، من فضلكم أدعو منكم أن تقوموا بمشاركة هذا الفيديو مع أصدقائكم، وإذا كنت جديد معي في القناة لا تنسى الاشتراك معي في القناة من فضلك حتى لكي نقوم بالوصول إلى 30,000 مشترك إن شاء الله بإذن الله، فهو قريب إن شاء الله، وأنا متأكد أنكم سوف إن شاء الله بإذن الله أنكم تقوموا بمساعدتي إن شاء الله بإذن الله حتى لكي نقوم بالوصول إلى 30,000 مشترك في القناة أخت وأخ إن شاء الله بإذن الله. فنلتقي في فيديو جديد وإلى اللقاء.